تقول أن زوجها لا يعني يتكاسل ويتهاون في الصلاة، كيف أنصحه؟ الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الأمر لكل أحد من رجل أو امرأة، أن يأمر أهله، الرجل يأمر امرأته والمرأة تأمر زوجها، والأب والأم يأمران أولادهما ذكورا وإناثا، والإخوة يأمر بعضهم بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد مدح الله تعالى إسماعيل عليه السلام فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإسماعيل عليه السلام مما مدحه الله تعالى به وذكره من خصاله ومناقبه أنه صادق، أنه يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فينبغي لنا أن نتعاون وأن نأمر كل من يأتمر بأمرنا بالصلاة، وهي إذا يعني سلكت هذا المسلك برئت ذمتها، وكونوا يتهاون الإثم في ذلك عليه. أما من جهة هل يجوز لها أن تطلب الطلاق لأجل هذه السيئة وهي التهاون عن الصلاة؟ لا تعجل في هذا الأمر، ولكن من حيث الحكم الشرعي وأصله أنه يجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح والفراق لنقص دين الرجل. ومعلوم أن التهاون في الصلاة وأن إضاعتها من أعظم مظاهر النقص، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس، وهذا بأس، لم ترح رائحة الجنة. فلا حرج في ذلك، ولكن أوصي بالتأني والصبر والترغيب في هذا الأمر والحث وسؤال الله تعالى والدعاء أن يشرح صدر من تأمره بالصلاة. إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجنبني وبني أن نعبد، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم يقول تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نعم، بارك الله فيك. فدعا له ولذريته في إقام الصلاة.